سيفيليزاسيون تاع الكراجات هذيك طوروا خليتونا غير في التربه. السلام عليكم ورحمه الله الزفلاوي. الحراك هو الحل، ما كانش غيره باش الجزائر وشعبها يتخلصوا من عصابة ولاد حرام فارضين أرواحهم بنسبة مئوية تاع 3% من الشعب اللي منبطح هذه العصابة. أما الأغلبية الساحقة ما هيش ماشية مع هذه العصابة. كل المشاكل اللي تعرضوا لها الجزائريين اللي عايشين الجزائريين سواء في الداخل أو في الخارج ما يتحلوا إلا برحيل العصابة، رغم القمع ورغم يعني الاستبداد تاع العصابة الشعب الجزائري ماهوش مسلم. البارح في الليل في شوارع العاصمة خرجوا عشرات الشباب يوجهوا في رسالة إلى أحد أقطاب العصابة، عصابة الحرام، جنرال توفيق، اللي مازال ماهوش باغي ينسى سنوات القتل والذبيحة والدم والنار. تفضلوا اسمعوا شنو راهم يقول. الشعب الجزائري ما نساش، الشعب الجزائري مسالم ولكن ما يسلمش، مسالم ولكن ما يسلمش. الشعب الجزائري مصمم على رحيل عصابة ولاد الحرام، عصابة ولاد الحرام اللي اليوم يختفي وراءها كل من جنرال توفيق والجنرال نزار، زوج من كبار المجرمين اللي قتلوا الشعب الجزائري وشعلوا نار الفتنة بين الجزائريين وشعلوا نار الحرب الأهلية بين الجزائريين، ولليوم مازالهم قاعدين يحركوا في الرماد تاع النار اللي شعلوها باش يزيدوا يشعلوها من جديد، وجايبين أغنية الإرهاب وتانية بغية الإسلامويين وجايبين ألف أغنية أغنية زايدة قدم ما بقاوش يمشيو. الشعب الجزائري ما عادش قادرين كالخولو، هذا لازم يعرفوه هاد الجنرالات تاع زوج دورو، اي نعم سواء توفيق او سواء نزار، راحوا عليهم المخاخ اللي كانوا يدبروا عليهم، لانهم هما كانوا اداه بين ايادي المخاخ اللي كانوا يدبروا عليهم، العربي بالخير والتواتي وبيت عبد السلام وغيرهم، هما اداه بين ايادي ناس راحت عليهم وبقاو هما ما عندهم حتى شيء في الدماغ، اغبياء معروفين، وجابوا ما اغبى منهم، هذا الشنقريحه وتبون وكذا اغبياء وجبناء. الشعب الجزائري يعاود ينوض، يعاود ينوض والحراك يعاود يرجع، لانه حراك سلمي، واذا كانت الطبقه السياسيه خانت هذا الشعب لان ما بقاش فيها قياديين، ما بقاوش فيها ناس اللي قادرين يقودوا هذا الشعب المنتفض،
عن قريب بإذن الله يخرجوا رجال ونساء بقدرين يقودوا ويرافقوا حراك الشعب الجزائري. ربي يقدر الخير في بلادنا وربي يبعد عليه ولاد الحرام. السلام عليكم ورحمة الله.